خلونا نروح للواقعة اللي ركزت عليها مواقع الأنباء بشكل كبير جدا، واللي هي ما تبعدش كتير عن فكرة إجراءات الأمان في المطارات. كانت العناوين الرئيسية أن المستشارة تهاني الجبالي قامت بإلغاء رحلتها أو قررت إلغاء رحلتها إلى بيروت بعد مطالبة سلطات المطار لها بالخضوع إلى أو لإجراءات تفتيش معين. هنعرف الحقيقة من معالي المستشارة تهاني الجبالي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير رشا، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. سيادة المستشارة، هل بالفعل حضرتك رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش الخاصة أو الموجودة في المطار لضمان فكرة السلامة؟ لا طبعا، لا أنا خضعت للإجراءات المعتادة بكل تفاصيلها، لكني رفضت الإجراءات الاستثنائية المتصلة بخلع الحذاء والتفتيش الذاتي، لأنه هذه الإجراءات الاستثنائية تتصادم مع المناصب الرسمية في الدولة، لأنه في احترام للمنصب الرسمي دائما ولا يجوز تنازل عنه، لأنه جزء من كرامة الدولة المصرية. ففي فرق كبير بين ان يتقال ان انا ما خضعتش للاجراءات وبين اني رفضت اجراءات بعينها، لان هذه الاجراءات تتصادم مع اولا موقعي الرسمي، لان انا نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا، ودائما في كل انحاء العالم بيبقى في استثناء لرئيس الدوله، للوزراء ورئيس الوزراء وقضاة المحكمه العليا والسفراء. وبذكرك بانه السفيره منحه بخوم، وهي واحده من صخر الدبلوماسيه المصريه، في يوم رفضت إجراء للتفتيش الذاتي في مطار قبرص، وكان في موقف منها تجاه ضابط أمن هناك وضابط أمن، وبعد كده جالنا اعتذار رسمي من رئيس قبرص على الخارجية المصرية. إذن المسألة كلها يا سيدة رشا أنه في تقاليد للدولة لابد أن تحترم في كل الأحوال، ولابد أيضا وإحنا بنعمل إجراءاتنا المتعلقة بأمننا الوطني أولا والقومي، اننا ما ننتظرش من اعدائنا شهادات حسن سير وسلوك. لان انا سمعت طبعا كلام الوزير وهو بيتكلم قبل ما تتصلي بيا، وانا ليا تعليق على ده. الو. ايوه فندم، انا سامع حضرتك، اتفضلي. ايوه لانه فكره دخول الشركات الاجنبيه ودخول لجان من الدول بعينها للتفتيش على الاجراءات الامنيه في بلدنا هو انتهاك للسياده الوطنيه، لأنه الشرطة المصرية بخبراتها وبقدراتها، والدولة المصرية تستطيع أن تستجلب أعلى خبرات في العالم وتزيد من خبرات وكفاءة قواتها المدنية وأبناء مصر، بحيث أنه في النهاية يبقى إحنا مش محتاجين أنه يجينا تفتيش دوري من شركات خاصة. بس ده بيحصل معالي المستشارة في يحصل في الدول الأخرى هتقوليلي، لكن الدول الأخرى ما عندهاش أبعاد الأمن القومي المصري، كل دولة لها خصوصية في لا أبعاد يعني الأمن بالتأكيد القومي. أمريكا بعد 11 سبتمبر كان عندها كل أبعاد الأمن القومي الأمريكي، ومع ذلك بلاش كل ده يا فندم. لو حضرتك قررتي مثلا سفر أمريكا من عملت مطار إيه أستاذة رشا بعد 11 سبتمبر؟ بعد 11 سبتمبر فرضت بشكل يعني بقوة السلطة الفيدرالية. طب حضرتك عندك حادث يا سيادة المستشارة خاص بالطائرات إيه فندم؟ لا امريكا عملت ايه؟ امريكا ما عملتش اكتر من ان هي شددت الاجراءات وشددت القوانين. يبقى استعملت سلطتها الوطنيه من ان تستجلب شركات اجنبيه علشان تدير لها المطارات، ده ما حصلش. واذكرك بانه لا في دول كثيره معالي المستشاره فيها. اسمعيني يا رشا، اسمعيني كويس. اتفضل. لما اتعملت المناقصه العالميه لاداره ميناء نيويورك ورسى المزاد اللي كان فيها مزاد وفي المناقصة على شركة دبي العالمية لإدارة ميناء نيويورك، اتلغت المناقصة العالمية واتلغى هذا العقد، وقالوا لا ما ينفعش لأن ده الأمن القومي الأمريكي. لازم نفتكر أن في إجراءات في كل دولة تتصل بإدارة ما نسميه بالمرافق الاستراتيجية والمرافق الدستورية، وفي مقدمتها المطارات والمواني. ايوه فندم، ايه الاعتداء على السياده؟ البعض بيطرح على حضرتك ايه الاعتداء على السياده في هذا الامر؟ حضرتك اتعرضتي لضربه كبيره في السياحه، واقتصادك بيعاني معاناه كبيره جدا، هذا يمثل من وجهه نظر البعض مرونه وليس اعتداء على السياده. طيب اسمحي لي اقول لك انه عدم حضور السياح الروس وغيرهم لينا هو قرار سياسي وليس قرار امني.
لانه لو كان قرار امني كان اتطبق نفس الاجراءات على فرنسا لما حصل فيها الكارثه في المطار، وعلى انجلترا وعلى امريكا وعلى باقي الدول. لكن مصر بتتعرض لحمله في اطار الحصار الاقتصادي المفروض عليها، وجزء منه هو ضرب السياحه في مصر. واحنا لو كناش هنبقى امناء على انفسنا ونكلم حكومتنا ونوضح لها ان احنا فاهمين وان احنا عارفين ايه اللي بيجرى، نبقى يعني لا خير فينا ان لم نقولها ولا لا خير فينا ان لم يسمعوها. انا عايز اقول لك حاجه مهمه، انه السياحه في مصر ليست موقفها اجراءات امنيه، لكنها في النهايه جزء من الحصار الاقتصادي. لا يا فندم حضرتك، من الناحيه العمليه شهادات حسن السير والسلوك يا رشا ما بتتاخدش من اعدائك. لا انا عايزه بس يا سياده المستشاره، قدرتك الذاتيه هي اللي بتفرض نفسها. لا انا بسال بس يا سياده المستشاره، حضرتك عندك حوادث ارهاب وقعت بالفعل، فمحدش يعني بعيدا عن نظريه المؤامره، كان عندك خلل ادى الى سقوط الطائره الروسيه، يعني هذا كان كلام في الواقع. لما سقطت الطائره في تركيا ولما حصل في تركيا وحصل في فرنسا، لكن هناك ثقه في انهم سيتحركون بشكل جيد. في دوله حظرت السياحه ليها، ما حصلش. يبقى اذا في قرار له شبهاته السياسيه. بلاش نضحك على نفسنا، بلاش نقول كلام ممكن يبقى بيضلل الراي العام. احنا عندنا حصار اقتصادي نتيجه دور مصر الاقليمي ودور مصر الدولي وثورتها في 30 يونيو واربكها لكل الحسابات للقوى الكبرى. بس البعض بيقول يعني في النهايه كان ايمان بفكره نظريه المؤامره علينا ان نعمل بشكل جدي على الاجابه على تساؤلات الغير. تساؤلات الغير لما تكون بريئه، لكن تساؤلات الغير لو كانت مشوبه باساءه استخدام المعايير السياسيه لانها بتكيل بالمعايير. يعني هم اللي سقطوا الطياره بتاعتهم؟ لا، هم ما تعاملوش مع سقوط الطيارات في بلادهم في حتة تانية بنفس التعامل مع مصر. لا انا بعيدة. طيب خلينا بس نروح، اما اننا نبقى عارفين انه مصر دولة كبيرة لها كرامة لها دور، ومحدش يا فندم يعني ان تكون ادوات الدولة الوطنية المصرية في المقدمة. الشرطة الوطنية المصرية، دعيني اقول لك كلمة بس واسمعي عشان انت بتتكلمي اكتر ما بتسمعي. لا سيادة المستشارة، على فكرة أنا بسمع حضرتك من أول الوطنية المصرية بتعمل كل الإجراءات، كل الإجراءات. الشرطة الوطنية المصرية قايمة بدور مؤمنة المطارات بأكثر مما مؤمن بها مطارات أوروبا وأمريكا، وإحنا لفينا العالم كله ونعرف جيدا الثغرات اللي عندهم. سيادة المستشار، لو حضرتك في مطار في نيويورك أو في باريس وطلب من حضرتك خلع الأزاء، مش هتخلعي الأزاء هناك؟ حدث هذا في بعد 2011 في مطار نيويورك، ورفضت انا نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا اتخاذ هذا الاجراء، وامتثلت السلطات هناك لانه المنصب هم يعلموا جيدا انه قضاه المحاكم العليا لا يجوز اجراء استثنائي في مواجهتهم. بس البعض بيقول ان حضرتك موجوده هناك كمان شخصيه عامه، لابد ان تقدمي المثل لاي مواطن عادي ان ما تاخدهاش. المثل يا رشا، بصي يا رشا، المثل بيجي من ان انا عمري ما دخلت من قاعه كبار الزوار، وعمري ما اعتبرت نفسي فوق الشعب المصري. انا بدخل من البوابه العاديه، بخضع للاجراءات العاديه، وطول عمري معروف عني هذا في اي مكان بما في ذلك المطارات. فالقدوه يعني البعض بيقول ما الوزراء نفسهم لما يدوا ده للمواطنين، لكن الموقف الوطني هو الذي يحركني مش القدوه. القدوه الشعب المصري يعرفني جيدا ويعرف ان انا لا استعلي على اي اجراء. وبالمناسبه النهارده وانا في المطار قلت لكل القيادات الامنيه، انتوا عارفين كويس انه لو اتطلب مني لمصلحه مصر اني اكنس المطار هكنسه، لكن مش هسمح بان يبقى في اجراء يمس هيبه منصب يمثل جزء من الدوله الوطنيه المصريه. ارجو ان حضرتك توضحي لي يعني المساله دي، يعني انا بس بطرح على حضرتك التساؤلات اللي ممكن تدور في اذهان الكثيرين، لان في ناس كثيره جدا الحقيقه بتقدرك وبتحترمك وبتعتبرك شخصيه وطنيه بارزه. البعض بيقول ان على كان على سيده تاني الجبالي لما مواطنه عاديه هتشوفها وهي بتعمل كده، يقول لك ده حتى المستشاره تاني الجبالي بنفسها وقفت معانا وتخضعت للتفتيش الذاتي طالما انه لا يعيب شيء، وخلعت الحذاء وخلعت الساعه. مش مطلوب يا رشا ان احنا نعمل الخطا لمجرد ارضاء الجمهور، بالعكس الشعب المصري هيحترم ان انا احترمت المنصب الرسمي واحترمت كرامه الدوله الوطنيه المصريه. لكن المساله ابدا ليست متعلقه باي شيء ما انا خضعت لاجراءات التفتيش العاديه، ما يعني ما كانت موجوده، لكن الاجراءات الاستثنائيه انا رفضتها، لان الاجراءات الاستثنائيه تمس هيبه المنصب
ويؤسفني ان اقول لك ان الوزراء اللي قبلوا بيها تنازلوا عن جزء من هيبه المنصب وهو ما لا يملكوه، لان المنصب ملك للدوله المصريه من الشخص اللي بيشغلها. طيب ليه يعني ما يتمش تفسيرها من ناحيه ثانيه يا فندم انهم يعطونا القدوه لاحترام القانون؟ لا، احترام القانون بما لا يمس سيادة الدولة ولا يمس كرامة الدولة الوطنية، واحترام ده مش قانون على فكرة، دي إجراءات، دي إجراءات، ده مش قانون، دي إجراءات. ما هي الإجراءات جزء من النظام العام. واجبنا أن نراجع الإجراءات ونراجع السلطات اللي موجودة ونراجع الحكومة في سياساتها. وأرجوكي كمان، أنا بقول من دلوقتي من الخطر الداهم على الأمن القومي المصري أن يدخل على منظومة الأمن في المطارات والمواني الشركات الخاصة سواء كانت أجنبية أو مصرية، أو الإجراءات التي تفرضها الدول الأخرى بقوتها الاقتصادية أو قوتها السياسية. طب ليه دبي وأبو ظبي ودول عديدة ما اعتبرتش أن ده يتعارض أو يمس الأمن القومي بتاعها؟ لما في احترامي للأشقاء في دبي وفي أبو ظبي وغيرها، مصر ليست كأي دولة في العالم، مصر تقاس بالصين وببرازيل وبجنوب أفريقيا وبالهند، مقام مصر وقدرها يسمح بأننا نقول أنه الدولة الوطنية المصرية لها هيبة ولها كرامة ونحن لن نتنازل عن هذه الهيبة. ما هو سؤال، ما الذي يهز هيبة الدولة المصرية في ذلك؟ تدخل الأجانب في أمنها القومي أو تحكم الاقتصاد القطاع الخاص في دوائر تعد في النهاية مما نسميه نحن في الفقه الدستوري بالمرافق السيادية أو المرافق الدستورية. يعني كل دول العالم اللي عندها شركات خاصة بتدير مطاراتها أو موانيها أو أي حاجة، شركاتها الخاصة لها أنظمة لا تسمح للأجنبي. وأنا بقول لك الكلام ده لأنه أنا قاضي دستوري، وأقول لك كمان أنه صدر قرار من المجلس الدستوري الفرنسي من فرنسا ويوم الدولة الرأسمالية الراسخة، وقرر هذا القرار عدم دخول العنصر الأجنبي أو الخاص في إدارة المرافق الدستورية ومنها المطارات والموانئ. أيوة بس في يعني أنا عايز إحنا مش بنخترع، لدول تدير موانيها ومطاراتها شركات خاصة. مبادئ احترام الدولة دولة. وإيه اللي يمس ده الدولة في ده؟ انت بس ما سمعتيش كل اللي انا قلته يا رشا، واضح ان انا هقوله من الاول. لا اصل ايه اللي انا يعني لو في شركه قطاع يعني خاص واقفه في المطار بتعمل الاجراءات، انا كمصريه او كامل قومي مش دفاعا عن موقف شخصي، وانما الموقف مرتبط بقيمه تتصل باداره الدوله. عموما دي وجهة نظر حضرتك يا ست المستشارة، واحنا حرصنا على المداخلة عشان يعني حضرتك يبقى عندك الحق في ان حضرتك تبرزي وجهة نظر حضرتك و يعني تقوليها على الهواء، وفي النهاية الحكم للرأي العام. شكرا لمعالي المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية.